معروف أن الربط بالتيار الكهربائي لمقاولة كبيرة، سواء كان في مصنع أو شركة، كيكون ماشي بحال الربط المنزلي. المقاولات كيحتاجوا ربط خاص بهم كيراعي العديد من المعايير. هذا علاش الاشتراك في خدمات شركة توزيع الكهرباء عملية كتطلب بعض الإجراءات الخاصة. شحال هادي كان خاص المقاولات يوجدوا واحد الدوسي فيه جميع الوثائق ويجيبوه بنفسهم حتى للمقر الرئيسي ديال الشركة، الشيء اللي كان كيتطلب من الزبناء مجهود ووقت والعديد من التنقلات. وكنا عارفين بلي المقاولات كتطور والاحتياجات ديالها كتغير مع العصر، وباش ليداك تواكب هذا التطور في العاصمة الاقتصادية وضعت اليوم حلول متطورة من خلال منصة إلكترونية جديدة خاصة بالمقاولات للربط بالجود المتوسط لا مويان تونسيون. هاد المنصة الإلكترونية متاحة للمقاولات أو الممثلين ديالهم بحال مكاتب الدراسات وشركات الأشغال بطريقة خاصة ومؤمنة، يقدموا من خلالها يقدموا الطلب ديالهم بسهولة عبر الإنترنت. كيدخلوا المعلومات الخاصة بالملف وفي أجل ما كيتعداش 10 أيام يمكن ليهم يؤديوا الواجبات ويتبعوا تقدم الملف بدقة ومرحلة بمرحلة حتى ياخذوا عقد الاشتراك في ظرف لا يتعدى 5 أيام. وهذا الشيء طبعا كيرضي الزبناء المهنيين من ناحية توفير الوقت وتبسيط الإجراءات وإمكانية التتبع الآني جميع المراحل وبكل شفافية. وباش ليداك تقدم تجربة فريدة للزبناء المؤسساتيين، مقاولات، مهيئين عقاريين وإدارات، نشآت فضاء جديد خاص بهم سميتو ليداك ملتي برو، اللي كيقدم لهم خدمات كثيرة ومتنوعة ومصممة خصيصا للاستجابة لاحتياجات كل فئة. ليداك ملتي برو كيوفر حلول سريعة عصرية وفعالة في إطار تعزيز تنافسية المقاولات والنسيج الاقتصادي ديال الدار البيضاء الكبرى قاطرة الاقتصاد الوطني، ولربح الوقت أكثر والتقليل من التكلفة المرتبطة بالأشغال الخارجية. لذا كتشجع على استعمال محطات تحويل مسبقة الصنع أو ما يسمى ببوست بريفابريكي عوض البناء الإسمنتي. هذا حل آمن وكيقدم العديد من المزايا من حيث التحكم بالوقت وسهولة التركيب والموثوقية. لذاك كانت وما زال سباقة لاقتراح حلول مبتكرة ومتميزة على الصعيد الوطني، الشيء اللي غادي يمكن من تسهيل وتسريع الربط الكهربائي للمقاولات واللي كيوفر مناخ أعمال أفضل كيزيد من الجاذبية الاقتصادية ديال المغرب وكيشجع أكثر المستثمرين. ولذاك كتساهم في هذا الاتجاه بخطوات اللي هذه وحدة منهم، وهذا الشيء غادي يسهل على زبنائها العديد من الإجراءات ويربحهم الوقت، وطبعا الوقت شيء ثمين جدا.